الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب أبواب سجود القرآن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أبواب السجود، وبوب له بقوله من قرأ السجدة ولم يسجد. تقدم معنا في السجود والحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد، وسجد المسلمون وسجد المشركون. وهنا يبين الإمام البخاري رحمه الله حكم من أحكام سجود التلاوة، هل هو واجب أم لا؟ فقد تكلمنا عن ذلك وقلنا أن بعض العلماء قال أنه سنة مؤكدة أو جمهور العلماء وليس بواجب، وهذا الحديث يبين لنا ذلك. قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد، يعني لو كان واجبا لسجد. هنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم الله، وهذا يعني هذه مكانة زيد بن ثابت، وهو يقرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم المستمع، يقرأ عليه سورة النجم. قال فلم يسجد فيها، لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها. طبعا من قال بالوجوب رد على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. ليش؟ قال لأنه شرط سجود المستمع أن يسجد القارئ، وزيد بن ثابت لم يسجد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد كذلك. فمنقول نحن أنها لو كانت واجبة لما سكت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان أمر زيد قال له أسجد، فهذا مكان سجود، فلو كان واجبا لأمره بالسجود ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه كما ذكرنا أنه الإنسان إذا كان يقرأ والإنسان يستمع، واحد عم يقرأ القرآن والآخر يستمع، فمرت سجدة، متى يسجد المستمع؟ إذا سجد القارئ، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. طيب السامع، شو الفرق بين السامع والمستمع؟ نحن نحفظ هذه الأحكام أخواننا، هناك فرق بين السامع والمستمع. المستمع هو الذي يقصد سماع القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان اللي جالس وعم يستمع القرآن، فإذا مرت سجدة وسجد القارئ يسجد المستمع. أما السامع هو الذي يمر ولم يقصد الاستماع، ومرت سجدة سمع أن والله في سجدة، سمع القراءة ولكنه لم يقصد الاستماع، فهذا سامع، هذا ليس عليه سجود. كالإنسان الذي يستمع من المذياع من التلفزيون يعني وهو عابر، فهذا طبعا إذا مرت سجدة ليست عليه السجدة. ليش؟ لأنه لم يكن مستمعا. هنا كما بينا في هذا الحديث، قيل لأن زيد قرأها فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لماذا لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر زيد؟ ليبين جواز السجود وعدمه، حتى ما يقول إن والله هذا واجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض الأمور حتى يبين أنه هذا الأمر ليس بواجب، لأنه لو سجد النبي عليه الصلاة والسلام في كل سجدة كنا نقول هذا واجب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك أي سجدة. فهنا لما ترك سجد في مكة، وهنا لم يسجد لقراءة زيد، فهنا ليبين ذلك. فلو كانت واجبة لأمر زيدا بالسجود ولا سجد. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود. عم ننتظر عمر حتى ينزل ويسجد حتى يسجدوا، كانوا يتهيئون. فقال سيدنا عمر لم ينزل حتى يسجد، بقي على المنبر، فقال إنها لم تكتب علينا
إلا أن شاء فلم يسجد ولم يسجدوا فلم يسجد عمر ولم يسجد الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.